خلينا بقى نروح لأخبارنا النهارده تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذي يجمع الأهلي وبيراميدز والذي كان محددا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد وذلك بعد مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية أكد عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف العام على لجنة المسابقات انه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد لنهائي كاس مصر مع المؤجلات الخاصه بالنادي الاهلي لارتباطه بالمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه ومواجهه فريق اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير بصراحه اربع مباريات على الاقل سيتم تاجيلهم نهائي كاس مصر ثم ثلاث مباريات اخرى في الدوري العام اعتقد سيتم تاجيلهم للنادي الاهلي وبالتالي الحاجات دي جت فجأة النادي الأهلي ما كان سيشارك في بطولة العالم للأندية ولكن بعد قرار الاتحاد الدولي الفيفا أن تلعب هذه البطولة في المغرب وعلى حسب لوائح البطولة إذا يكون الوداد هو مستضيف في البطولة ويكون النادي الأهلي هو ممثل القارة الإفريقية كثاني للقارة الإفريقية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي وبالتالي النادي الأهلي سيشارك أو شارك فجأة في هذه البطوله ولكن في النهايه بعض التاجيلات اللي هتحصل خلال هذه الفتره نتمناها ان لا تؤثر بشكل كبير على الدوري ولكن في نفس الوقت من فضل حضرتك انا طلع امثل بلدي وامثل قارتي مش طالع اعمل اي حاجه تانية انا طالع امثل بلدي وامثل قارتي انا قاعد كلموني قالوا لي لازم تيجي تحضر ماليش علاقه باي حاجه اخرى فما ما تلعبليش ماتش كل 48 ساعه. أتمنى إن ده ما يحصلش خلال الفترة القادمة وأنا أثق الحقيقة في الأستاذ عامر حسين وفي رؤيته خلال الفترة اللي جاية وفي رابطة الأندية لأنه في النهاية ربطة الأندية بتتحرك مع الجميع وفي صالح الجميع.